تحياتي ليك الزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد ولضيوفك في الاستوديو ولكل مشاهدي اون تايم سبورت. يمكن ابراهيم اكيد بنتكلم خلاص النهارده 31 يناير اخر يوم في اغلاق باب الانتقالات الشتويه سواء بالنسبه للنادي الاسماعيلي او نادي الجونه. قبل ما نخش في اجواء طبعا المباراه، يمكن خلاص النادي الاسماعيلي المشهد خلال الفتره الماضيه تابعنا كل تفاصيله، مجموعه من الصفقات تمت، يعني 5 لاعبين محترفين انضموا بشكل رسمي للنادي الاسماعيلي وشفناهم في المباريات اللي فاتوا مع بعض اللاعبين المصريين اللي تمت بعض الصفقات خلال الساعات الماضيه. يمكن عايز اكد لك ابراهيم ان العمل هنا داخل النادي الاسماعيلي بيجري على قدم وساق بصراحه من قبل مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس يحيى الكومي. الوقت طبعا كان مهم بالنسبه لهم جدا، عامل الوقت خلال شهر الانتقالات لضم مجموعه من اللاعبين من اجل بقى احداث الفارق مع النادي الاسماعيلي في مباريات، مع عوده مباريات الاستئناف من جديد خاصه في ظل الوضع الحالي للنادي الاسماعيلي. يمكن مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس يحيى الكومي اكد على سياسه لم الشمل وتكاتف كل الجهود خلال الفتره المقبله، المؤيد المعارض قبل المؤيد، من اجل طبعا لم الشمل والعوده بالاسماعيلي الى سابق عهده خاصه في ظل وضع وترتيب الفريق في جدول المسابقه في المركز قبل الاخير برصيد نقطتين. كمان عايز اكد لك ابراهيم ان تم طبعا التاكيد ان مستر خوان براون المدير الفني الحالي للنادي الاسماعيلي اللي متواجد مع النادي الاسماعيلي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي من بعد رحيل الكابتن طلعت يوسف، تم التاكيد على تجديد الثقه فيه. كمان بتدي له تجديد الثقه دي باستمرار والتاكيد على ان هو مكمل، بتدي له بالتاكيد هو وكامل افراد جهازه نوع من الارتياحيه. يمكن مستر خوان براون مع النادي الاسماعيلي في بطوله الدوري العام لعب 4 مباريات، 2 تعادل 2 هزيمه. في بطوله كاس الرابطه ظهر النادي الاسماعيلي بمظهر مبشر مع مستر خوان براون خاصه كمان في البدايات من خلال الفوز على سموحه، واكد لهم ان ضروره تحقيق الفوز في مباراه النهارده امام فريق الجونه من اجل بقى يعني ان شاء الله ان او من وجهه نظره يعني ان الظروف تخدم النادي الاسماعيلي خلال هذه المباراه ويتصدر قمه جدول المجموعه. فيما يخص فريق الجونه كابتن رضا شحاته ايضا يعني اكد للاعبيه على اهميه هذه المباراه لانها خلاص زي ما بنقول البروفه الاخيره لكل فريق من قبل عوده استئناف الدوري من جديد، وعنده دوافع ايضا من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاسماعيلي. وصلوا الاسماعيليه للدخول في معسكر مغلق قبل المباراه ب 24 ساعه من اجل مزيد من التركيز للاعبين. كابتن محمد محسن ابو جريشه المدرب العام وقبل انطلاقه اللقاء اكد على مدى ايجابيه مدرب العام لفريق الجونه طبعا اكد على مدى ايجابيه هذه البطوله وقال انها كانت فرصه واحتكاك قوي جدا للاعبين وتم تجربه العديد من العناصر خلال الفتره الماضيه بالنسبه لفريق الجونة، وان الفريق في حاله جاهزيه تم مع استئناف بطوله الدوري العام من جديد. هذا كل ما لدينا من هنا من داخل استاد الاسماعيليه، والان العوده ليك الزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، تفضل.